هذا كما تقرر بدءا من يوم الأربعاء القادم بإذن الله الموافق 27 مايو 2020 السماح بإعادة فتح الصالونات ومحلات الحلاقة مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية التالية. أولا تنظيم المواعيد، السماح للعملاء بالدخول بموعد فقط وإغلاق مناطق الانتظار وإزالة المجلات ونحوها. ثانيا ترك مسافة مترين بين الزبائن وتقليل عدد العاملين في المحل بقدر المستطاع. ثالثا لبس الأقنعة وحامي الوجه والقفازات والمرايل القابلة للرمي لجميع العاملين والقفازات والأقنعة للعملاء إلا حين إجرائهم خدمة تقتضي نزعها. خامسا منع استخدام مجففات الشعر. سادسا إيقاف بعض الخدمات مثل علاجات الوجه، الخيوط، مايكروبليدينغ، التدليك، الرموش شبه دائمة وصلاة الشعر القابلة للإرجاع. كذلك عدم تقديم الطعام والشراب، وهذا بإمكان العملاء إحضار زجاجات المياه الخاصة بهم، كما يمكن يجب استبدال شفرات الحلاقة لكل عميل وتعقيم كل أدوات التقليم والأظافر. هذا وأيضا نود أن نؤكد على ما يلي: استمرار إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة، اقتصار نشاط المطاعم ومحلات بيع الأطعمة على خدمات البيع الخارجي وتوصيل طلبات المنازل، الاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط وذلك تقليل المخالطة، استمرار غلق مقاهي الشيشة، استمرار غلق صالات المناسبات والفعاليات.